السلام عليكم. مدرستي في بيتي استوالي. اليوم رانا محظوظين، رانا في هذا دائرة استوالي، بلدية استوالي، مدرسة 20 أوت. رانا محظوظين، يعني أطفال ما شاء الله، أطفال عندهم نشاط قوي، ودرنا لهم مسرحية تاع الصلاة ومسرحية الأمانة، حافظوا على الأمانة، ومسرحية النظافة ومسرحية الرياضة ومسرحية سنة حلوة يا جميل، وأطفال ولا أروع من أروع ما يكون. نشكركم ونشكر جمهور استوالي وجمهور الجزائري، ونقول لهم الطفل اليوم رجل الغد، يعني اللي يقرأ مليح يولي وزير، اللي ما يقرأش مليح يولي فقير، يعني الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة. شكرا، إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.